المتمكن صاحب الأداء الفريد القارئ العراقي السيد حسنين الحلو يقرأ بحضور العملاق حامد شاكر نجاد آيات من سورة النور يجدو بها صاحب الصوت العذب بصيحات الجماهير التي تعالت على صوته من شدة الإعجاب به. هيا بنا نستمع إلى تلاوته. السجاجة كأنك كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. في بيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
وينكر فيه اسمه يذبح له فيه بالغدو والآصال. رجال باتوا لهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما.